السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. لا ثوابت في السياسة لأن الثابت الوحيد فيها هو المتغير. المواقف اللي كانت نتاج تصلب البعض أخرت من عملية تسمية ما تبقى من الرئاسات وقربت البلاد من مساحات التصادم الدموي، لكن استحكام العقل من قبل القوى الوطنية درأت كل ما خطط له في الليلة الظلماء، وعادت الحوارات إلى مساراتها السلمية وصولا لجلسة الحوار الوطني الثانية اللي اتفقت فيها الأطراف بحث خطاها، تقريب الأضداد، وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار. لكن ما خالف سرب هذا الاتجاه هو دعوة رئيس البرلمان اللي اشترط فيها عدد من المحددات، وهذا ما يتوالم ويا طبيعة الحال مع الجهود المضنية اللي تبذل من في سبيل تفكيك الأزمة الراهنة. بملفنا الثاني راح نناقش قرب زيارة الأربعين حسين عليه السلام. مع قرب هذه الزيارة تشحذ الهمم لتقديم الخدمات المتنوعة من قبل العراقيين لوفود الأجانب وكذلك الزائرين من داخل البلد، كذلك القيادات الأمنية تعقد اجتماعاتها بهذا الشأن من أجل مناقشة الخطط اللي تسهم بإنجاح هاي الزيارة اللي تقدر بالملايين سنويا. فمن واجب المسؤولية والحرص على إتمام الزيارة وجه يجب أن تقدم الخدمات بكافة أنواعها إلى الزائرين وبكل أطيافهم وجنسياتهم. إذن مشاهدي الأحبة تفضلوا البقاء ويانا ومتابعة ملفات حصادنا لهذه الليلة. من جديد حياكم الله. المساعي اللي تبذل لفك عقدة الأزمة السياسية وحالة الترقب لما بعد زيارة الأربعين تبدو هي السمات الطاغية على المشهد السياسي في العراق، وفي الوقت اللي يترقب فيه الجميع ما ستصل إليه جولات الحوار ومبادرات الالتقاء تبدو دعوة رئيس البرلمان غريبة لحد ما عن هذا المسار رفق المتابعين. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. مع انطلاق جولة الحوار الوطني الثانية بين الرئاسات وقادة الكتل السياسية والتي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوالي مبادرات الجمع بين الفرقاء، فإن ولادة مشهد مغير يتكفل بوضع استراتيجية جديدة للعمل السياسي يبدو ممكنا، وبالتالي فإن الولوج لصيغة دستورية أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة إذا ما استثمرت الكتل السياسية الفسحة الزمنية التي منحها الإطار لاستئناف استكمال الاستحقاقات الدستورية لما بعد زيارة الأربعين. لذلك هذه هي تأتي من أغلب الناس الذين يريدوا مصلحة العراق، ونحن نريد أن نوصل رسالة لكل الأطراف أن العراق ليس بحاجة إلى القتال، بل بحاجة إلى بناء وإلى توادد وإلى محبة وإلى تواصل، لأننا سئمنا هذه الفترة السابقة التي مضى عليها 19.5، هذه ليست في صالح العراق. إذن على الكل أن يتنبه إلى وضع العراق ومستقبل العراق. لكن ما يقلص من مساحة الوصول عند النقاط المشتركة وأحداث خرق في الأزمة السياسية أمران: التعنت بالمواقف ورفض دعوات الحوار، وثاني هذه الإشكالات فرض الشروط المسبقة وتطبيق سياسة الأمر الواقع، وهذا ما يبدو واضحا في الشروط العشرة التي وضعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإنجاح الحوار، والتي من بينها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل. وبالتالي لا مناص عن الحوار إذا ما أردنا أن نصل إلى استقرار وأمن. اليوم كل كتل الأحزاب السياسية مطلوبة مطالبة بأن تتنازل عن بعض الأمور، والحقيقة لا تتنازل بقدر ما هو تسامي وعلو عندما تحاول أن تغلب لغة الحوار على لغة التصعيد ولغة الرصاص. وبين دعوات تنقية الأجواء بين القوى المختلفة ورفض أشكال التصعيد التي كانت من مخرجات الجلسة الثانية، لابد أن يتم التسليم بفكرة الذهاب نحو طاولة واحدة وبدون أي اشتراطات مسبقة، وأن تكون التنازلات والنزول عند رغبة المواطن أساسا في الفصل الجديد من الحوارات. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عادل مانع عضو ائتلاف دولة القانون، حياك الله سعادة ضيفي الكريمة. أهلا ومرحبا بك. وكذلك أرحب بالأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات، حياك الله أستاذ علي ضيفا كريما. أستاذ عادل، أبدأ مع حضرتك عندما نتحدث عن هنالك دعوات إلى حل البرلمان
أو إلى الإبقاء على البرلمان وعزل رئيس البرلمان، نجد بأن سيد رئيس البرلمان يقدم مشروع أيضا للحوار، وهذا المشروع تضمن 10 نقاط. ما لها وما عليها هذه النقاط اللي تم تأشيرها من قبلكم كمراقبين؟ بدأ تحياتي لك أستاذ أحمد وللأخ الكريم الضيف ولمشاهديكم الكرام أينما كان. ويفترض يعني رئيس مجلس النواب أو مجلس النواب برمته يجب أن يكون يعني طرفا في حل الأزمة لا طرفا في التصعيد، يعني حوار بعد يعني النزاع اللي لا النزاع والخلاف اللي صور العالم أجمع على أنه الإشكالية بين الإطاري والتيار، التيار اتخذ بعدا سياسيا لتحالف ثلاثي، ومن ثم الإطار شكل ثلثا معطلا للحيلولة دون الوصول إلى الأهداف المنشودة. هذا هذه أزمة عطلت البلد الحقيقة. يفترض أنه مجلس النواب العراقي برئاسة رئيس المجلس أن يكون طرفا في الحل، أولا لأنه جزء من التحالف الثلاثي لقربه مع السيد الصدر، اثنين هو رئيس مجلس النواب ويمتلك من العلاقات ما يمكنه أن يؤثر أيضا حتى على مجموعة الإطار التنسيقي. وجدنا تحت عنوان يعني عجيب غريب، عنوان تغريدة وكأنه مقال مو عنوان، أولا يدعو المجلس إلى جلسة حوار وطني، أولا صلاحيات المجلس بما فيها رئاسة المجلس والنواب والمجلس كله بأجمعه 328 نائب، قضيتهم شيئين لا أكثر، أولا تشريع القوانين، اثنين مراقبة الحكومة. ما ممكن أن جلسة تعقد تحت عنوان حوار وطني، هذا واحد. اثنين يعني تحياتنا واحترامنا وتقديرنا لكل النواب، النواب لا شأن لهم في اتخاذ قرار سياسي مثل هكذا نوع يوصل إلى حل الأزمة. هذه القضية محصورة في رؤساء الكتل السياسية. ثلاثة أنه واحدة ممن يعني زادت الأزمة تعقيدا هو الحلبوسي، لأنه كان الآن يعني بعد انسحاب أعضاء التيار الصدري وبعد توقيعه على استقالات أعضاء التيار الصدري وبعد إعلان السيد الصدر الأخير انسحابه الشرعي وليس انسحابه السياسي، وأنا عندي بها رأي يعني أنه الانسحاب السياسي أي سياسي كان سواء سيد الصدر أو غيره، أي سياسي كان يعلن انسحابه ولكن فيما بعد يبدو له ما لم يكن واضحا حين الانسحاب، يعني المعطيات التي بنى عليها الانسحاب قد تغيرت، قد إمكانية العودة واردة جدا، وبالتالي لا يعاب عليه هذا الأمر يعني بشكل كامل. ولكن انسحاب الشرعي عندما نتحدث عن أي قضية شرعية وفق ما أفهم أنا يعني حقيقة، أي قضية شرعية عندما نتحدث عنها بمعنى أنها هي حلالا أو حراما، فلما يكون الانسحاب انسحاب شرعي بمعنى أنه العودة إن جازت إما تكون في خانة العودة الحلال أو العودة الحرام، وهذا ما يعقد المشهد. الحلبوسي شنو هنا دخل على الخط في بنود العشرة اللي وضعها؟ أولا ذهب بعيدا عن الأزمة ومعطيات الأزمة ومفردات الأزمة، ذهب إلى النازحين وعودة النازحين، وهو من أجبر النازحين على أن يبقوا خارج المواقع. إذن يريد أن يشير بإشارة إلى بعض المواقع اللي أنا بتقديري جرف النصر، يريد بشير بإشارة واضحة، علما أنا شخصيا التقيت بمدير الناحية قبل فترة أنا ومجموعة من الشخصيات، أكد بما لا يقبل الشك أنه ما يقارب 5000 عائلة عادت وليس عليها من المؤشرات ما عليها، ولكن من منع من الدخول عليه مؤشرات إرهابية بشكل واضح وصريح. أنت اليوم تجي تدعو أن تخلط الأوراق، هذا الخلط العجيب الغريب حقيقة يعني هذه مشكلة. ولهذا أنا بتقديري أنه حتى النقطة اللي تفوتني
انه في اعتقد النقطة الثانية او الثالثة يقول ابقاء او تعديل قانون الانتخابات، بينما هو رئيس مجلس النواب يجب ان يكون هو اول من يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا في قضية شنو؟ وجوب تعديل، ما قالت ابقاء، وجوب تعديل قانون الانتخابات حتى نذهب الى انتخابات مبكرة. وهذه يعني انا يعني هذه اراء هي لربما مغازلة لجميع الكتل السياسية. أحسن. استاذ علي صاحب ارحب بحضرتك مجددا. السيد الصاحب كيف تنظر الى كلام السيد المانع عندما يؤشر هذه الملاحظات على الفقرات العشرة في مبادرة الحلبوسي، ونحن مرارا وتكرارا طالبنا بأن تكون هنالك مواقف من الكتل الكردية، من الكتل السنية، كيف الحال ويكون رئيس البرلمان هو من يقدم خارطة الطريق وطاولة حوار حتى يجمع الفرقاء السياسيين؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهورك. حقيقة بعد الأحداث الدراماتيكية المؤلمة المتسارعة وسقوط الضحايا، دق آخر مسمار في نعش العملية السياسية، وربما شيعت إلى مثواها الأخير وحرت لها شهادة وفاة. وأنا أقول وبصراحة أن جميع القوى السياسية مشتركة في الإخفاق الذي وصلنا إليه بما فيهم من صعد فوق التل. اليوم الكل يتحمل وزر ما وصلت إليه الأمور نتيجة الغباء السياسي والحماقة السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الطريق المسدود. وربما سيسجل التاريخ بأن العراق مر بأسوأ مرحلة سياسية منذ عشرينات القرن الماضي. لذلك أنا أرى بعد الذي حصل كل هذه الحوارات وكل الدعوات وكل المبادرات هي عبثية وهمية لن تستطيع أن تغير من الواقع شيء، باعتبار أن من كان جزءا من المشكلة لا يستطيع أن يكون طريقا إلى الحل. رئاسة البرلمان أخفقت كثيرا في قيادة البرلمان وربما حتى في السيطرة على الإخفاقات التي حصلت. لذلك لا يستطيع السيد الحلبوسي بعد الذي جرى أن يغير مسار العملية السياسية. الأمور واضحة، وكما قلت الكل يتحمل خطيئة ما وصلت إليه الأمور. للأسف الشديد إحنا اليوم أمام تحدي صعب وأمام مرحلة خطرة. هناك قوى سياسية وأنا على يقين بأن أغلب القوى السياسية هي لا تريد حل البرلمان ولا تريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكنه هو النفاق السياسي من باب ما يقوله الشاعر: لا يغرنك هتاف القوم بالوطني، فالناس في السر غير الناس في العلني. المشكلة اللي احنا نعاني من عتها انه يقول شيئا ويفعل شيئا اخر. هو في العلن يدعو الى شيء ولكن في السر يخطط لشيء اخر، وهذا غير وارد. يعني احنا اليوم امام قرصنة سياسية ان صح التعبير، باعتبار ان المشترك بالعملية السياسية هو يتآمر عليها. اخي العزيز، هناك جهات سياسية كثيرة من داخل العملية السياسية ومن خارجها عملت ليلا نهارا على اسقاط الاسلام السياسي، وللأسف الشديد نجحت فيه، وأصبحنا اليوم ننظر إلى الإسلام السياسي نظرة تشاؤم ونظرة خوف ونظرة إخفاق، وهذا ما لم يكن في الحسبان، باعتبار أن الدين الإسلامي دين سمح، يدعو للتسامح، يدعو للمحبة، يدعو للتآلف. هذه النقاط العشرة هم يقول لك عودة النازحين وأرجعهم لأماكنهم، إبقاء أو تغيير قانون الانتخابات مثل ما أوضح السيد المانع. يعني إذا تريد إبقاء فأنت قلت لك إبقاء، تريد التغيير أنا قلت لك تغيير مبادرتي، فأنت يعني هاي سلة فاكهة وتختار الكتل السياسية وعد أكثر منها من مبادرة. إحنا اليوم نعالج الأهم قبل المهم. هسا إحنا النازحين وين كنا عنهم هاي السنوات حتى الآن نقحم واحدة من فقراتهم في هاي المبادرة؟ أنا اليوم أبحث عن من ينتشلنا من هذا الغرق اللي إحنا به. إحنا اليوم قريبين جدا من الفوضى العارمة، من الحرب الأهلية لا سامح الله. فأنا لو أجيب رؤى حقيقية وخارطة الطريق أقدر غير الواقع، أما السكوت أهون. أما أنا أجي أصرح وتصريحات سمعناها إحنا اليوم، يعني ليلة ظلماء مرت علينا قبل كم ليلة، كنا نتأمل وننتظر ساعة أمان، ساعة استقرار، والسادة المسؤولين كلهم يصرحون بما فيهم الرئاسات الثلاث بتصريحات لا تمت للواقع بشيء. واحد يقول الدم العراقي خط أحمر، والسيد الحلبوسي يدعو إلى التهدئة. يعني ما هكذا تورد الإبل. وإحنا اليوم راد لنا شدة حزام، يراد لنا إقرار صحيح، يراد لنا معالجة جذرية. كفانا من هاي الحلول الترقيعية، وكفانا من النفاق السياسي، وكفانا من اختيار هاي الكلمات المنمقة. وبالتالي احنا وصلنا الى ما لا يحمد عقباه.
لذلك اليوم احنا بحاجة الى فرمتة خلافات، بحاجة الى تصفير حساباتنا، بحاجة الى ان تكون ما مر علينا بتلك الليالي السود درس واضح وبليغ يجب ان ناخذه في الحسبان، والا ربما ستعود الكرامه مره اخرى باعتبار لا زالت النيران على فرمته الخلافات. استاذ علي، استاذ عادل لما يتحدث الاستاذ علي الصاحب عن فرمته الخلافات، ايضا يوم كان هنالك اجتماع كما دعا رئيس الوزراء الرئاسات والقوى السياسيه، حتى بعثه يونامي ايضا كانت حاضره بهذا الاجتماع، وتم الاتفاق على 5-6 فقرات كان من ضمنها انه يعني تشكيل فريق فني لمتابعه تغيير قانون الانتخابات، للمضي في حل البرلمان، تقريب وجهات النظر، وصول الى اراء مشتركه. طيب يعني لما حضرتك تقول انه المساله ما معنيه بها البرلمانيين، معني بها قاده الكتل السياسيه، قاده الكتل يجلسون الى طاوله حوار، وين الخلل اللي دا يصير؟ لا هو مو خلل، هو اساسا اكو خلل واكو دفع وكانه باتجاه المزيد من الخلل، واكو احيانا السكوت والواقع يعني يفرض على الاخرين ان يعني يكونون صامتين اتجاه هذه القضيه. يعني انا مثلا اليوم قضيه الاطار التنسيقي انا عندي راي، يعني كان يفترض انه الاطار التنسيقي يعني قاده الاطار التنسيقي ما يوافقون على هذه النقطه، ما يوافقون لو ما يحضرون، لا لا مو ما يحضرون، اليوم كلهم حاضرين، يعني أعمدة القوم حاضرة، بس كان يفترض أنه ما يوافقون على هذه اللجنة المشكلة، هذه ندفع بها إلى داخل قبة البرلمان، ندفع إلى عقد جلسة برلمان، يجب أن يعقد البرلمان، والبرلمان معني بتغيير قانون الانتخابات. هي في ذات الجلسة أكدوا على الاستحقاق ضد الدستور وتفعيل مؤسسات، وهذا الدفع، هذا الدفع حلبوشي كاظمي، هذا دفع حلبوشي كاظمي، يعني معناته يريد يعطل جلسات مجلس النواب بذريعه انه ان احنا عندنا شكلنا لجنه واللجنه راح تشتغل، وبالتالي قد نصل احنا بالتفقيد، الكتل السياسيه كلها اتفقت لدرء الفتنه، يعني لدرء الازمه، فمتفقه على انه تروح الى انتخابات مبكره، وان كان لو استطلعت الراي الكردي والراي السني والراي الشيعي كلهم أكاد أجزم أن أقول لا، لو كانت الأوضاع مستقرة لا يذهبون إلى انتخابات مبكرة، ولكن قد تكون انتخابات مبكرة بوابة من بوابات الاستقرار، يعني العبور إلى ضفة الأمان. فالمهم في هذه القضية، في هذا الحوار، قضيتين. قضية الأولى أنه حضور بلاس خارت اللي هي ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، هذا يعني أنه هناك رضا وقبولا أمميا لما دار في الاجتماع ولما تمخض عن الاجتماع من بنود 5 في الاجتماع الأول وبنود 6 في هذا الاجتماع. هذه يعني ملاحظة جيدة. القضية الأخرى أنه أنا أعتقد أنه هناك مزيد من التعقيد راح يكون حولها، هي الدعوة إلى أن يكون التيار الصدري مشاركاً، التيار الصدري غاب عن الاجتماع الأول وغاب عن هذا الاجتماع. طيب حقيقة أنا يعني مرحلة انتظار تعتبر لا لا، تقديري الشخصي قرار المحكمة راح يكون هو مثلاً يعطي فد دافع آخر لتحريك المياه الراكدة؟ لا لا أعتقد ذلك، في قبول استقالة أو عدم؟ لا 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 أعتقد ذلك، يعني احنا ما أنا بشغلة القضاء ما أدخل نفسي بها، القضاء له معطياته وله رأيه، فبالتالي ما يحكم به القضاء هو محترم لدى الجميع، بس أنا أناقش الموضوع سياسيا. اليوم هاي الدعوات اللي تذهب إلى ضرورة الحوار مع التيار الصدري، طيب أنا أتساءل، أولا التيار الصدري منسحب من داخل مجلس النواب العراقي، هذا واحد. اثنين، السيد الصدر زعيم التيار أعلن انسحابه على مرأة ومسمع من العالم مو من العراقيين. نعم. الآن الدعوة إلى الحوار مع من نتحاور؟ إذا كان السيد الصدر منعزل على مستوى الزعماء لا، على مستوى البرلمان أكو انسحاب، انسحاب برلمان، يعني ماكو تمثيل سياسي للتيار حتى يتحاور مع فضلا عن أنه السيد الصدر يرفض الحوار، رافض الحوار يطلع، أسا رافض الحوار قد يكون مع الإطار التنسيقي،
بس بشكل عام اقول انه فليضغط الشركاء السابقين للسيد الصدر الكرد والسنتي معا، واعني بذلك البرزاني والحلبوسي، الى ان يتبينوا من السيد الصدر حقيقه انه هل انه المرحله القادمه سيدخل التيار العمليه السياسيه حتى في حال عادة انتخابات أم القطعية ممكن رأي لحد أمام به. هذا واحد. اثنين، هل أنه سيقود التيار الصدري شخصيات جديدة أم يبقى التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر السياسي؟ ثلاثة، خلينا نتبين ويضحون نقاط على الحروف، لأنه ليلة أمس أعتقد وأمس الأول واليوم أيضا، يعني صار يومين وكذا ساعة، أنه هناك تسريبات خطيرة جدا، أنه التسجيلات الصوتية اللي بثت وأنباء تتحدث، هسه مدى صحة الأنباء ما أعرفني، بس هكذا تناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أنه أنباء عن هروب الشخصيتين المزعومتين في التسجيل التسريب الصوتي للتيار الصدري، ويقال أنهم وصلوا إلى بيروت، ويذكرون على أنه السيد جعفر الصدر أيضا وصل إلى بيروت لمناقشة ما جرى من انقسامات داخل التيار. ولهذا أقول إحنا داريد عراق مستقر، برغم الخلافات السياسية والخلافات، ترى أستاذ أحمد الخلافات موجودة من زمان حتى على مستوى العائلة، يعني عائلة أنا عايش فترة الستينيات والسبعينيات، العائلة العراقية في وقتها مثلا ثلاثة أبناء أخوان، تلقى واحد شيوعي واحد بعثي وواحد إسلامي، ولكن هاي لم تفسد لأخوتهم شيء. طيب. قد يكون مشاحنات في الأفكار والكلام. طيب. فاليوم التيار الصدري جزء لا يتجزأ من المنظومة الشيعية التي يجب أن يعني تحكم العراق تحت عنوان رئيس وزراء. طيب. على لأنهم رافضين يعني التيار الصدري، اذا تسمح لي بثلاث هواه تساؤلات، خل اعكسها على الاستاذ علي الصاحب وارجع لحضرتك. استاذ علي، يعني هذه التساؤلات اللي يطرحها سيد المانع من شكل العمليه السياسيه المقبله او شكل الكتل السياسيه والاحزاب السياسيه لا سيما التيار بعد هذه المتغيرات، وايضا المجتمعون اليوم بالرئاسات الثلاث والقوى السياسيه وبعثه يونامي صدر عنها بيان حكومي من 6 نقاط يقول بأنه إعادة ترصين المؤسسة الدستورية. نعم، يعني سيدي العزيز خلينا نكون واضحين، يقولون بين الأمنيات والمعطيات تسكن العبرات. يعني أنا اللي يتحدث به أخ الضيف من أنه ضرورة أن يكون حوار مع التيار الصدري وأن يفهم ما إحنا اليوم، لغة الحوارات غيبت بالكامل، بعد الذي حصل لا مجال للحوار، وإن جرى فأكثر ما أكثر من أنه حوار الطرشان. نحن لدينا خلل واضح في السلوكيات، خلل واضح في الدستور، وعلى مر الدستور سيدي العزيز الدستور كتب على عجالة، الدستور كتبته لجنة من 50 شخصية، هسه ما أريد نقدح بيهم، بس هذول المشرعين يجب أن يسأل فقرات الدستور هم يسألون عنه. إحنا أقحمنا المحكمة الاتحادية وأصبحت طرف من المشكلة باعتبار أن التيار الصدري يتهمها بعدة اتهامات، ولو كانت المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بعيد عن تفسيرات الدستور، باعتبار أن هناك لو كانت لدينا مثلا لجنة لتفسير الدستور، لجنة المشرعة اللي كتبت الدستور طبعا فيها شخصيات أكاديمية، شخصيات حقيقة فذة استطاعت أن تثبت بعض الفقرات، اللي يصير الخلل أو يصير إشكال بالدستور على تفسير مادة يجب أن لا يذهب إلى المحكمة، حتى لا تكون المحكمة أقحمت نفسها. وبالمناسبة إحنا دا ننتظر قرار من المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان، هذا القرار ترى هو قرار اجتهادي وليس قانوني، ولذلك تلاحظ المحكمة الاتحادية باعتبارها اليوم نعتبرها الأب الروحي، هي تحاول أن تؤجل لعل هناك حل سياسي يطفو على السطح، ولكن هي بالمقابل صارت طرف من المشكلة. أنا أقول لو لم تكن طرفا بالمشكلة أو متهمة بأنها منحازة لطرف لكانت اليوم هي اللي تدير دفة الحكم، وما وقعنا بالذي وقعنا به باعتبار تحظى بمقبولية الجميع. لكن أنا كما قلت لك الدستور كتب على عجالة، هناك خلل فيه، هناك بعض فقرات فسرت على أكثر من جانب، مثلا المادة 76 التي فسرتها أكثر من جهة لحد انتخابات 2010 هي بدأت التغييرات بها،
كل هاي الإرهاصات اللي حصلت بالعملية السياسية من الصعب جدا أن نتركها خلف ظهرنا ونجي نفتح باب الحوار. الحوار مغيب اليوم، عندنا طرف حقيقة نافر لكل المفاوضات. يعني كما قلت لا يزال تقول الحسين لا يجمعنا، فمن يجمعه إذن إذا أكثر من هذا التصريح؟ اليوم أكو تنافر قوي جدا من القطبان المتنافران، وكما يقول الإمام إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبري. لذلك اليوم إذا ردنا نخرج من عمق الزجاجة، من الانسداد، من هالمصطلحات اللي قمنا نستحدثها، يجب أن نبحث عن حل جذري بعيدا عن أنه أرض شوية هذا وأرض هذا الطرف هذا. هاي حلول أنصاف الحلول ما عادت تفيد. إحنا أمام منزلق خطير، يجب أن نفهم أننا أمام تحديات صعبة، وربما بعد الأربعين هاي إن لم تكن لا سامح الله في الأربعين قد تحدث بعض الأشياء، فيجب أن نشد حزامنا إلها. أما أنا أجي أنطن هذا الطرف شوية، بعدين بحثت الأمم المتحدة، هي شو وقت الأمم المتحدة أطفت أو تعاونت ويا العراق؟ السيدة بلاسخارت كانت هي مثل ما تقول حمالة الحطب في 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 فترة الانتخابات، ما نسينا بعدنا دورها. ليس لدينا ذاكرة سمكية حتى نتناسى موقف الأمم المتحدة من الانتخابات، من كانت تروح لهذا الطرف فتقول اعتراضك على الانتخابات بأدلة حقيقية وممكن أن تكون انتخابات مزورة، ثم تأتي للطرف الآخر وتقول انتخابات، وكلكم تدرون وأنتم رجال أعلام ممكن أعرف منه في هذا المجال. لذلك اليوم إحنا ما راح نعول على الأمم المتحدة أو نعول على أنه باشر عقب السيد الصدري يغير رأيه وربما يفتح مجال للحوار. إحنا اليوم نريد نبحث عن كيف نخرج من ما آلت إليه الأمور. لا مجاملات، أجب أن نحمل الكل المسؤولية، لا نميل إلى طرف على حساب طرف الآخر، الكل يتحمل خطأه. الخلاف كان خلاف حول المغانم، خلاف حول المصالح، لا توجد لا رؤى سياسية ولا خارطة طريق. طيب. ولا مادة اختلفوا عليها في خصوص المواطن. احنا اليوم مغيبين بعض مواد الدستور اللي تهم المواطن. من اللي يتحدث بهذه السنين كلها على المادة 30 من الدستور اللي تضمن للعراقي حقوقه؟ من اللي يتحدث عن المادة 14 15 16 هاي تخص المواطن؟ احنا ما عندنا غير المادة 64 والمادة 76. اذا حتى الخلاف هو مو خلاف من اجل مصلحة وطن. لذلك اليوم احنا خلينا نخرج من هذا المأزق الكبير، خلينا نحل مشاكلنا بقوة، لكن ان نبقى نجامل ونبقى نداهن ونبقى ننتظر تصريحات السيد رئيس الجمهورية يومية صرح لنا بموضوع، والسيد رئيس الوزراء حللنا يدعو الى التهدئة. اي تهدئة سيد العزيز؟ اريق الدماء وبعدها الدماء ما جفت وربما تعادل كرة كما قلت. اذا الحلول يجب ان لا تكون انصاف حلول، ويجب يعني علينا ان نبحث عن طرف ثالث قد يكون هو الذي يغير مسار العملية. وانا برأيي المتواضع ان مرجعيتنا الدينية قد تكون هي الطرف الاساسي واللاعب بتغيير هذه البوصلة وبتغيير مجريات الأمور. هذا التساؤل كان يطرحه الأستاذ عادل المانع، برأيك منه اللي راح يقوم بهذه المهمة؟ أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات، وشكرا كثير حضرتك عضو ائتلاف دولة القانون سيد عادل المانع. ننتقل وياكم مشاهدي الأحبة إلى الملف الآخر ونتابع بعد الفاصل. حياكم الله مجددا. مراسم الزيارة الأربعينية المعتادة في العراق تحتاج إلى تقديم الخدمات ووضع الخطط اللي من شأنها أن تسهم بتنظيم الزيارة المليونية ونجاحها. لذلك تعقد عدة اجتماعات من قبل الجهات المعنية، وما برز من مخرجات لاجتماع وزير الداخلية يوم السبت يثبت مدى الاستعداد لاستقبال الزائرين والتهيئة لهم، بالوقت اللي ذكرت مصادر بأن هذا الاجتماع ما كان الأخير، بل هنالك عدة اجتماعات راح تعقد للتهيئة وصولا إلى يوم الأربعين وما بعد الأربعين. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نوح الشمري. صوب قبلة الأحرار يتجه زائرو الإمام الحسين عليه السلام ليحلوا ضيوفا عند العراقيين في منازلهم، فتتنوع أشكال الخدمات المقدمة للزائرين منها الأمنية واللوجستية، إذ تشهد الطرق المؤدية إلى كربلاء حشودا كبيرة من رجال الأمن والحشد الشعبي، حيث التنسيق العالي بينهم لتأمين الطريق منها ما نشره الحشد الشعبي من مفارز طبية وصحية في ذي قار، وانتشار القطاعات الخاصة بهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بجهد استخباراتي وخدمي. وبالجانب الآخر، وزير الداخلية عثمان الغانمي عند اجتماعه الخاص بزيارة الأربعين بحضور الوزارات والجهات المعنية ناقش المحاور الرئيسية الخاصة بالجهود الأمنية والخدمية
وتأمين طرق مسير الزائرين للوقوف بوجه السلوكيات التي تعكر صفو الزائرين مشيا على الأقدام. وهذه الخدمات تستمر إلى حين الانتهاء من الزيارة بحسب الخطط الموضوعة. أما المواكب الحسينية هي الأخرى التي تعنى بتوزيع المهام فيما بينها من تقديم خدمات متنوعة على طول الطريق المؤدي إلى مرقد الإمام الحسين، حيث باشرت مهامها منذ ما يقارب 5 أيام استعداداً لاستقبال الزائرين من داخل البلد وخارجه. فالمواكب والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد تبذل قصارى جهدها لراحة الزائرين الوافدين للعراق في زيارة الأربعين، وهذه الخدمات مستمرة من بداية المنافذ الحدودية إلى حين الوصول لأداء الزيارة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيوفي الأكارم، السيد جاسم الفتلاوي نائب محافظ كربلاء ينضم معي عبر الأخبار الاصطناعية، أهلا بك سيد جاسم، وكذلك الأستاذ عدنان العربي رئيس المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية سينضم معي عبر سكايب من النجف الأشرف، وكذلك ينضم معي زميلي فلاح القرعاوي مراسلنا من النجف. أهلا بك فلاح، أبدأ معك. النجف الأشرف لربما تستقبل طلائع الزائرين ضمن مسيرة الأربعين والذين يأتون كل سنة مشيا على الأقدام سواء من داخل العراق أو من خارج العراق إلى هذا اليوم، ما هي الخدمات المقدمة للزائرين، الخطط التي وضعت سواء على المستوى الخدمي أو على المستوى الأمني أو على المستوى اللوجستي؟ فلا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعلى ضيفيك الكريمين، وعظم الله لنا ولكم الاجر والمصاب بهذه الذكرى اليوم، والا هي ذكرى يعني ذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. طبعا كما تعرف بان النجف الاشرف هي سباقه ليست كغيرها من محافظات البلاد. النجف هي مرقد امير المؤمنين عليه السلام، النجف الاشرف هي اخر محطه لاستقبال الزائرين القادمين من باقي محافظات البلاد ومن الدول الاسلاميه وصولا ووفودا الى كربلاء المقدسه. فهذه الخاصيه تجعل النجف الاشرف محط الرحال للزائرين الوافدين خلال زياره 40 الامام الحسين. استقبلت النجف الاشرف خلال الايام الماضيه وعبر مطارها الدولي نستطيع ان نقول مئات من الزائرين، لان يعني هذه الطلائع تكون في بدايه استقبالهم، لا سيما ان الاوضاع التي السابقه التي مرت في كانت اوضاع خطيره. الحمد لله ان هذه الاوضاع وهذه السمعه الغير جيده على الحاله الامنيه قد ذهبت ادراج الرياح، الحمد لله. العراق يعني نستطيع ان نقول استعاد عافيته الامنيه، النجف الاشرف اثبتت بخطتها الامنيه، بخطتها الخدميه، بخطتها الصحيه التي اجتمعت من خلال خطه خاصه بالمحافظه وكذلك اعلام العتبه العليا المقدسه وباقي الجهات الامنيه التي قدمت خطه خاصه لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات. هناك زائرين وافدين النجف الاشرف كما استقبلت عبر مطارها الدولي، وايضا الرحلات بتصاعد، بدات الرحلات من 50 رحله يوميا ويتوقع ان تصل الى اكثر من 150 في الايام المقبله، رحله من مختلف بلدان العالم، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، دول الخليج، فضلا عن القادمين من دول العالم من اوروبا، امريكا، مختلف الدول، لان الحسين هو حسين العالم، حسين الانسانيه، لا يختص بفئه. وهناك ابواق نشاز وهي كل سنة تنطلق في هذه المناسبة حصرا تشوه الصورة السامية للزيارة الأربعينية عبر مختلف الطرق. هناك من يقول بأن الزيارة وغيرها، إلا أن الزائرين أثبتوا الوحدة الإسلامية والولاء الإسلامي تحت راية الحسين المحمدي الإسلامي الحسين، وهو أن الحسين يوحد الجميع، يوحد جميع المسلمين وليس فقط المسلمين، وإنما هو حسين الإنسانية أجمع. هناك أيضا وافدين بدأت طلائع المحافظات
يعني تباشير الأولى أستطيع أن أقول، لأن الزيارة انطلقت من المحافظات خلال هذه الأيام. من البصرة انطلقت في 28 من شهر صفر، أما الآن عفوا من شهر محرم، يعني قبل بداية الأول من صفر. كل سنة يعني في كل عام في الأول من صفر، هذه السنة قبل الأول من صفر انطلقت من رأس الديشة. المحافظات يعني كأنما تنطلق من الناصرية يوم 10 من 10 صفر من المحافظات القريبة. فلهذا أن المواكب أعدت كافة الاستعدادات اللوجستية الخدمية المنتشرة على طريقها حسين ومن مختلف الطرق. هناك طرق خاصة من الطرق المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، المناطق الجنوبية عن طريق الديوانية، المناطق الشمالية عن طريق الحلة. طيب. هذه المناطق تتجه نحو النجف الأشرف ومن ثم إلى كربلاء المقدسة. إذن النجف الأشرف محطة مهمة جدا، وكل هذه الإجراءات أشرت أيضا زميلي فلاح إلى دور الإعلام. خلينا نشكرك شكرا جزيلا. لأنتقل إلى الأستاذ عدنان العربي، انضم عبر سكايب من النجف الأشرف، المتحدث باسم اتحاد الإذاعة والتلفزيونات العراقية. أستاذ عدنان مساكم الله بالخير وعظم الله أجوركم. يعني الاتحاد يتابع أولا بأول إجراءات الزيارة الأربعينية وهذه المسيرة، ويوثق ويوزع الخارطة الإعلامية، كيف هي الإجراءات الى غايه هذه اللحظه؟ استاذ احمد اذا تسمعني الصوت شويه ناصي. الصوت ناصي. التغطيه الاعلاميه تبدا من البصره وصولا الى كربلاء، حضرتك في النجف الاشرف الى هذه اللحظه ما هي الخطه الاعلاميه؟ يعني معذره الصوت غير واضح استاذ. اسال حضرتك استاذ عدنان عن الخطه الاعلاميه لزياره الأربعين. أرجع لك سال عدنان والأخوان أمنون الاتصال مع سال عدنان بالصوت والصورة. ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية السيد جاسم الفتلاوي نائب محافظ كربلاء. أهلا بك أستاذ جاسم. نتحدث عن زيارة الأربعين، يعني قبل يومين ترأس محافظ كربلاء اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية بحضور قائد عمليات المحافظة وقائد شرطة كربلاء فضلا عن المفاصل الأمنية الأخرى. بالتالي ما هي أبرز التوصيات والاستعدادات المتعلقة بالوضع الأمني وتأمين الزيارة اللي خرج بها الاجتماع؟ فيما يخص الخطة الأمنية بقيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة، وضعوا خطة أمنية محكمة لنجاح الأمن في محافظة كربلاء أثناء الزيارة المدنية، وهذه الخطة بقدر ما هي محكمة إن شاء الله ستكون مبنى باتجاه تقديم خدمات للمواكب وللزائرين القادمين إلى المحافظة. باعتبار السيد المحافظ رئيس اللجنة الأمنية كانت بإشرافه وحتى تطبيق الخطة الخدمية أيضا بإشرافه، أمنوا كربلاء من الخارج حتى من النيران غير مباشرة. كانت من الضربات الاستباقية لبعض المناطق التي بشكل أنها بؤرة للإرهاب أو لبعض خلايا داعش، وأيضا من الداخل الحمد لله تأمين كامل لطرق الزائرين ولمركز المدينة، مع التعامل الحسن مع الزائرين ومع أصحاب المواكب القادمين إلى المحافظة وضبط النفس في أعلى درجات الضبط، وحقيقة التعامل بحزم مع كل فقاعة لا سمح الله تحصل هنا أو هناك. والأمن هو مسؤولية الجميع، مسؤولية أصحاب المواكب، مسؤولية الزوار، مسؤولية أهالي كربلاء، المحكمات المقدسة، إضافة إلى رجال الأمن اللي هم يتصدون بشكل مباشر. إن شاء الله كربلاء مؤمنة وستبقى مؤمنة فترة الزيارة إلى آخر يوم ينقل الزائرين إلى أهل المسلمين العالمين بالحفظ والصور. نقول أهلا وسهلا بزوار المنطقة. أنتقل إلى حضرتك مباشرة سال عدنان، حياكم الله مجددا. نتحدث عن الخطة الإعلامية لزيارة الأربعين، وحسب معلوماتنا ومتابعتنا ويا جنابكم أنه كانت هنالك حتى دورات أقيمت من قبل الاتحاد للإعلاميين كي يكون هنالك رسالة اتصالية ذات أبعاد دولية ومفاهيمية تعزز من هذه الثقافة الحسينية. كيف كانت هي الخطة الإعلامية سواء توزيع سيارات الأس إن جي أو حتى تدريب الإعلاميين على التعاطي والتعامل مع هذه الزيارة؟ أحسنتم جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهدين قناة الأيام وكل كادر قناة الأيام المجاهدة التي واكبت
زوار الإمام الحسين منذ انطلاق مسيرة العشق الحسيني من رأس بيشة من البصرة الفيحاء حتى كربلاء المقدسة. ونجد أن الأيام هي أحد المؤسسات وكوادرها التي هي سباقة في تغطية هذه الشعيرة المليونية التي هي تفرد بها العراق أولا وكربلاء ثانيا في العالم. حقيقة زميلي أحمد أستاذي أستاذ الفاضل، اليوم الإعلام له دور كبير في نقل مراسيم زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، وكما تعود يعني كل المشاهدين والمستمعين إلى نقل الصورة الحية والمباشرة من كل بقاع العراق وكل المحافظات العراقية عن طريق هذه المؤسسات ووسائل الإعلام، سواء كانت المرئية أو المسموعة، وكذلك التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. الحمد لله هنالك جهود جبارة، ونحن بدورنا كاتحاد إذاعات والتلفزيونات العراقية حقيقة نعمل على هذا الموضوع منذ أكثر من 3 أشهر قبل المحرم الحرام للاستعداد لهذه الزيارة. وكما تعلم جميل العزيز أنه اليوم هذه الزيارة يحتاج لها إلى استعدادات كبيرة جدا. مشاهد في موسم الحج هنالك دول تتضافر من أجل 2 أو 3 ملايين زائر أو حاج. اليوم العراق يعني يتحدى الملايين. طيب هذه الملايين أستاذ عدنان بحاجة إلى دعم لوجستي أو جانب خدمي. خلينا أنتقل إلى السيد جاسم الفتلاوي نائب محافظ كربلاء، وأرجع لحضرتك أستاذ جاسم. نتحدث اليوم عن هذه الملايين اللي يشيرها الأستاذ عدنان العربي في الحديث عن الخطة الخدمية، كيف تسير لغاية الآن، ما هي الاستعدادات لمضاعفة الجهود الحكومية غير الحكومية، المواكب الحسينية مع اقتراب ساعات الذروة وأيام الذروة، ما مدى مشاركة الوزارات ومديريات المحافظة؟ فرزنا خطة خاصة بالنقل باعتبار هي الخطة الأهم في نهاية الزيارة. حقيقة استغربنا الزائرين ذهابا وإيابا من اليوم 10 من صفر إلى اليوم 21. قسمنا المحاور، محور بغداد على وزارة النقل، نقل المسافرين من الحدود الإدارية محافظة كربلاء إلى أقرب مقطع العتبات المقدسة ذهابا وإيابا تتبناها وزارة النقل. ما بعد الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء باتجاه بغداد، النقل الخاص مع بعض سرايا تمويل النقل من الجيش. فيما يخص بابل، محور بابل، تدخل العجلات مباشرة من إلى أقرب نقطة العتبات المقدسة تبعد تقريبا المسافة 500 متر على العتبات من كربلاء باتجاه المحافظات، ومن المحافظة باتجاه كربلاء تصل إلى هذه النقطة. ما راح يكون هناك قطع على الحدود الإدارية للمحافظة باستثناء السيارات الخاصة التاكسي الصالون الصغيرة، هذه منحة من الدخول. إذا نوجه ندانا إلى الزائرين الكرام أن يأتوا بالعجلات نقل الركاب، راح تسمح لها بأقرب نقطة تقف إلى العتبات المقدسة. محور النجف أيضا العجلات اللي تصل إلى المحافظة تسمح لها بالدخول أيضا إلى أقرب نقطة، إلى منطقة سيد جودة ساحة الملحق، أيضا تبعد تقريبا نفس المسافة عن العتبات المقدسة 500 متر ذهابا وإيابا مسموح لها بالدخول. هنا راح يشارك ويانا أسطول وزارة التجارة على محور النجف. محور بابل راح تشارك ويانا وزارة الموارد، وزارة النفط، ووزارة الصحة، وزارة الإعمار والإسكان، بقية وزارات التربية والتعليم، كل وزارات الساندة راح تكون على هذا المحور، بالإضافة إلى العجلات التابعة للعتبات المقدسة، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. راح يساهم أيضا ويانا محافظ بغداد، يرسلنا سنويا 100 عجلة بالإضافة إلى الشيعة على محور بغداد، والآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من عجلات النقل الخاص. يعني أتذكر الرقم في العام الماضي نصبنا عدادات على الكاميرات اللي تراقب الطرق، وصل عدد العجلات من يوم 8 صفر من يوم 12 صفر عفوا 8 أيام الأخيرة من يوم 12 صفر إلى يوم 20 صفر دخلت للمحافظة ما يقارب 1,864,000 عجلة ذهابا وإيابا، وبالتالي أعداد كبيرة من العجلات إن شاء الله متوفرة لنقل الزائرين. وإن شاء الله فتحنا طرق جديدة وساحات جديدة إضافية ستساهم بشكل كبير في إنجاح
هذه السيرة. اسمح أستاذ جاسم، أستاذ عدنان يعني يتفضل السيد جاسم الفتلاوي بشرح خطة تفويج الزائرين وتوفير النقل بالإضافة للخدمات اللوجستية. هسه خلينا نحكي على الخدمات اللوجستية المقدمة للإعلاميين سواء العراقيين أو حتى القادمين من خارج العراق والمرافقين لهذه المسيرة المليونية. شنو الاستعدادات أو الإجراءات اللي قدمتها الجهات المعنية سواء الرسمية أو المنظمات غير الحكومية المواكب وبإشراف وإدارة ومتابعة الاتحاد؟ يعني حقيقة إذا ما تحدثنا أستاذ أحمد حول ما قدمه الاتحاد اليوم، نحن الاتحاد الدعم للجنة العراقية كما ذكرت قبل قليل كانت لنا يعني جلسات وتخطيط لهذه الزيارة، ونحن نعرف مسبقا ستكون هذه الزيارة زيارة مليونية ضخمة على اعتبار سبقتها السنوات الماضية بوجود جائحة كورونا. مو احنا اليوم الاعلامي هم لازم نقدم له بعض الخدمات من خلال يعني الاسكان، الدعم اللوجستي، المتواجدين في المنافذ التقليدية والمطارات. اعداد كبيرة جدا من الزائرين يصلون كل يوم وليلا ونهارا، وهذا يعطينا مؤشر على ان هذه الزيارة ستكون زيارة مليونية كبيرة. ونحن بدورنا قد نشرنا اكثر من 65 مركز اعلامي في انحاء العراق من الحدود الى كل الطرق وطرق الزائرين ومرافقه الزائرين بعجلات البث باجهزه اللايف ستريم واللايف فيو المباشره سيرا مع الزائرين لرصد كل حركات الزائرين واللقاءات معهم، وكذلك يعني لاطلاع العالم على ما تقدم من خدمات لوجستيه وما يحتاجه الزائر حقيقة منذ دخوله إلى الحدود العراقية. بالتأكيد يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى مكانة للراحة، يحتاج إلى وجود مراكز طبية، يحتاج إلى وجود مكانات فيها انترنت، يحتاج إلى مكانات فيها كهرباء، تبريد، حمامات، وكل هذه الأمور موجودة في طرق الزائرين. ونحن بدورنا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم، وبالخصوص المواكب الحسينية التي تقدم الكثير للزائرين، وكذلك الجهات يعني الأمنية التي هي مشرفة على أمن الزائرين، وكذلك وسائل النقل. وبالتالي هنالك جهود كبيرة أيضا من العتبات المقدسة مشكورة في توفير الكثير من الأمور اللوجستية حينما يصل الزائر في العتبات. وأزال كذلك اليوم نجد الزائرين يذهبون إلى سامراء، ونجدهم يذهبون إلى الكاظمية المقدسة، وكذلك الى النجف الاشرف. للاعلام دور مهم جدا صراحه. وسنستمر مع حضرتك والاتحاد وكل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمه الاعلاميه على مدار الايام المقبله. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عدنان العربي المتحدث باسم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقيه، حدثتنا عبر سكابين النجف الاشرف. وشكري موصول لحضرتك السيد جاسم الفتلاوي نائب محافظ كربلاء، انضممت معي بالصوت والصوره، شكرا جزيلا لك مره اخرى. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.